بعد ما شفنا وتابعنا الاحداث اللي حصلت امبارح، هنشوف الاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي منها بدء عروض افلام المهرجان القومي للسينما بساحه الاوبرا والمديريات التعليميه هتستقبل اعتذارات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانويه. كمان النهارده المنتخب هيلعب مباراته الوديه مع المنتخب الكوري الجنوبي على استاد سول كاس العالم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، المديريات التعليمية هتستقبل طلبات اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2022، وهيستمر قبول الطلبات لمن ينطبق عليهم شروط الاعتذار لحد يوم الخميس اللي جاي 16 يونيو. من ضمن شروط قبول الاعتذار أن يكون لدى المعلم أسباب مرضية وعنده شهادة من الكوميسيون الطبي التابع لمحافظته اللي بيعمل بيها، أو أنه يكون في معلم وزوجته معلمة منتدبة لأعمال الامتحانات. هنا يتم قبول اعتذار أحدهم وفقاً لرغبته. النهاردة هتبدأ عروض أفلام النسخة 24 من المهرجان القومي للسينما الساعة 6 بالليل في سينما الهناجر بساحة الأوبرا. المهرجان بينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وهتستمر العروض كل يوم ثلاث من كل أسبوع. النهاردة برضو هيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والهيئة الإنجيلية اللي بيستهدف خفض معدلات التلوث الحالية للحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بنوعية الحياة لحماية البيئة المصرية ورفع مستوى الوعي العام بالجوانب البيئية. لعشاق كرة القدم موعدهم النهاردة مع مباراة ودية هتجمع ما بين منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية الساعة 1 الظهر بتوقيت القاهرة على استاد سيول.